قطرة واحدة من الدماء يمكن من خلالها فحص وجود الأجسام المضادة للإيدز والتعرف خلال 15 دقيقة على إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة المكتسبة. هذه الفكرة التي يقوم عليها أول اختبار شخصي منزلي للكشف عن الإيدز والذي طرح مؤخرا في الأسواق البريطانية. منظمات متخصصة في دعم مصابي الإيدز رأت في الجهاز فرصة لتشجيع المزيد من الناس على إجراء اختبار الكشف عن الفيروس. بعض الناس يشعرون بالرضا ويفكرون أن المرض يصيب الأشخاص المثليين وأنه لن يطالهم أبدا. هناك آخرون يشعرون بالرضا ويقولون نحن بخير لأنهم أجروا اختبارا قبل بضع سنوات، لكن أعتقد أن إحساسا كبيرا بالعار يحيط بالفيروس، فلا يوجد فيروس آخر في التاريخ يحمل قدرا كبيرا من النظريات البالية. مصمم الاختبار الجديد المعروف باسم بيوشور يقولون إن نسبة دقته تبلغ 99.7%، ومع هذا يؤكدون على ضرورة مراجعة الشخص للطبيب إذا جاءت نتائج اختباره إيجابية. ومن شأن بيوشور أن يساعد نحو 25 ألف شخص يعيشون في بريطانيا وهم مصابون بالمرض دون علمهم.